مشاهدينا، خلينا نتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم، وأكيد رح نبديها من العاصمة الحبيبة بغداد. تسجل درجات الحرارة نهارا في العاصمة 33 وليلا 21، والجو رح يكون فيها غائم على مدار اليوم. ننتقل من بغداد إلى ميسان، ودرجات الحرارة نهارا في ميسان تسجل 38 وليلا 22، والجو رح يكون فيها غائم ليلا ونهارا. أما في البصرة فدرجات الحرارة نهارا 35 وليلا درجة الحرارة رح تكون 24، والجو رح يكون فيها غائم على مدار اليوم. أما في المثنى فدرجات الحرارة نهارا 38 وليلا 24، والجو رح يكون فيها غائم نهارا وصافي ليلا. ننتقل بعدها إلى ذي قار، ودرجات الحرارة نهارا في ذي قار 38 وليلا 22، والجو رح يكون فيها غائم نهارا وصافي ليلا. ننتقل مشاهدينا إلى باقي المحافظات، والانتقال إلى بابل، ودرجات الحرارة نهارا في بابل 36 وليلا 20، والجو رح يكون فيها غائم على مدار اليوم. أما في واسط فدرجات الحرارة نهارا 36 وليلا 23، والجو رح يكون فيها غائم على مدار اليوم. وفي الديوانية درجات الحرارة نهارا 36 وليلا 23، والجو كذلك رح يكون فيها غائم على مدار اليوم. رح ننتقل بعدها إلى كربلاء المقدسة، ودرجات الحرارة نهارا 33 وليلا 22، والجو رح يكون فيها غائم على مدار اليوم كذلك. ننتقل بعدها إلى النجف الأشرف، ودرجات الحرارة نهارا 36 وليلا 23، وكذلك مشاهدينا الجو رح يكون فيها غائم على مدار اليوم. ننتقل إلى باقي المحافظات وإلى الأنبار، ودرجات الحرارة نهارا في الأنبار 30 وليلا 19، والجو رح يكون فيها غائم ليلا ونهارا. ومن الأنبار رح ننتقل إلى صلاح الدين، ودرجات الحرارة نهارا في صلاح الدين 21 وليلا رح تكون 9، والجو رح يكون فيها غائم نهارا وصافي ليلا. أما في ديالة درجة الحرارة نهارا 33 وليلا 19، والجو رح يكون فيها غائم على مدار اليوم. من ديالة رح ننتقل إلى المحافظات الشمالية، والانتقال رح تكون إلى أربيل، ودرجات الحرارة نهارا في أربيل 24 وليلا 12، والجو رح يكون فيها غائم على مدار اليوم. من أربيل رح نروح إلى السليمانية، ودرجات الحرارة نهارا في السليمانية 25 وليلا 10، والجو رح يكون فيها غائم ليلا ونهارا. من السليمانية رح نروح إلى دهوك، ودرجات الحرارة نهارا في دهوك 24 وليلا 15، والجو رح يكون فيها غائم كذلك على مدار اليوم. أما في نينوى فدرجات الحرارة نهارا 29 وليلا 16، والجو رح يكون فيها غائم نهارا وصافي ليلا. مشاهدينا رح ننتقل إلى آخر محافظاتنا وهي كركوك، درجات الحرارة نهارا في كركوك 26 وليلا 15، والجو رح يكون فيها غائم نهارا وصافي ليلا. إذن مشاهدينا هذه كانت حالة الطقس لهذا اليوم، شكراً.